أنا بعض التقارير وبعض المداخلات الهاتفية عن المواضيع المهمة يمكن اللي ما نقدر نستضيف ضيوفنا فيها، ولكن عندنا مداخلات هاتفية الحديث عنها أكثر، عن فعاليات اليوم العالمي لليتيم. صحيح، نجد من أمس هم بيحتفلوا بهذا اليوم، يعني كان جمعية أصدقاء المجتمع في مكة المكرمة أيضا احتفالية، يعني أقاموا احتفالية بهذا اليوم. خليني أقرأكم الخبر قبل ما أخذ هذا الاتصال. بمناسبة اليوم العربي لليتيم، أقامت المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء حفل وفعاليات بهذه المناسبة، طبعا حول هذا الموضوع والمزيد عن هذا الموضوع. انضم لنا عبر الهاتف الأستاذ فواز علي العنزي، المدير العام التنفيذي للمؤسسة. أسعد الله مساءك أستاذ فواز. يا مرحبا، أهلا وسهلا أختي، الله يحييك. أنا سعيد بك وعلى الكرام. يا هلا ومرحبا، حياك اخوي. يعني ما الذي تقدمه هذه الفعاليات؟ يعني دائما في كل حفل تقريبا هناك فعاليات مصاحبة له، هذه الفعاليات تحديدا الاحتفال باليوم العربي لليتيم، ماذا تقدم للأيتام؟ أول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تعتبر هذه المناسبة هي مناسبة اليوم العربي لليتيم، والتي تقيم المؤسسة لرعاية الأيتام كل عام على مستوى فروع التسعة بالمملكة العربية السعودية. طبعا الهدف الاساسي من هذه الفعاليات هو لفت انظار المجتمع الى وجود الايتام بيننا والحث على الاهتمام بهم والوقوف بجانبهم. اهم هذه الاحداث للمؤسسه هي ابراز مهارات الايتام ومواهبهم من خلال هذه فقره الحفل. الحفل هو عباره عن حفل خطابي وبريد عباره عن معارض صاحبه وبرامج وأنشطة على هامة هذا الحفل. تكون كل هذه البرامج والمعارض هي من إعداد وتنفيذ الأيتام أنفسهم. تحرص المؤسسة في كل عام على هذا على تقديم هذا الشيء لإبراز مواهب الأيتام على مستوى المملكة، ونكون حريصين جدا على التنفيذ من خلال الأيتام أنفسهم ولا في تدخلات يعني من جهات أو من ممثلين مختلفين. أستاذ فواز، يعني كل عام يقام هذا الحفل في العالم العربي بشكل عام، باعتقادك ما مدى أهمية الاحتفال باليوم العربي لليتيم كل
هذا شيء مهم جدا، يعني على مستوى الوطن العربي، لأنه لابد يكون في يوم يستشعر من خلال المجتمع أهمية هذه الفئة والوقوف بجانبها صحيح ودعمها في جميع النواحي، والشيء الآخر برضه تذكير القطاع الأعمال لدعم هذه الفئة، سواء كان بالتوظيف المباشر أو برعاية الأنشطة اللي تعود نفسها عليهم أو بتأهيل مدربهم. فمن رأيي أنه هذا اليوم هو يوم مهم جدا، وعلينا جميعا أن نستشعر أهمية هذا اليوم والحث على رعاية اليتيم والاهتمام به، لأنه هذا واجب ديني يعني مزروع فينا نحن كمسلمين في هذا الجانب. فينبغي علينا الاهتمام والرعاية وإبراز هذا اليوم على مستوى الوطن العربي. كان هناك في هذا الحفل عدد من الحضور الكبير، يعني من الشخصيات والأكاديميين والإعلاميين أيضا. نعم صحيح، طبعا السنة هذه كان على رأس الحاضرين وتحدثنا مع الوزير الاجتماعية الدكتور ماجد القصبي. حقيقة حضور كان له أثر كبير على نفوس الأيتام والجلوس معهم والاستماع إلى متطلباتهم وإلى أعمالهم وضغوطهم، فكان له أثر كبير جدا على نفوس الأيتام. بس كان هناك برضو عدد كبير من رجال الأعمال والإعلاميين حضروا هذا الحفل، فلهم منك كل الشكر والتقدير. الله يعطيك ألف عافية أستاذ فواز، وموجه الشكر تحديدا من خلال هذا البرنامج لمعالي الوزير الدكتور ماجد القصبي، لأن فعلا حضوره كان مرة مهم بالتأكيد. هذا يدل على حرصه ومتابعته لليتيم. الله يعطيه ألف عافية، ويعطيكم بعد ألف عافية لتذكير أفراد المجتمع بهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا. شكرا جزيلا لك أستاذ فواز، الله يعطيك ألف عافية. أستاذ فواز علي العنزي، المدير العام التنفيذي للمؤسسة. أعزائي المشاهدين، حنطلع على فاصل قصير ونرجع لكم.